بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأحبتي في الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في معي سؤال إن شاء الله، نقرأ السؤال. أنا أذكر الله بالآلاف، استغفار، تسبيح، تجد ذكر يوميا لكن بدون تركيز، وأتصدق كثيرا وأكثر من الدعاء، وختمت القرآن 3 مرات في رمضان، للأسف لم أجد أي نتيجة. هل من الذنوب أم لأني أذكر بدون تركيز؟ إخوتي الكرام، يعني هذه الدنيا الله خلقها ما بين سيئة وحسنة، واعملوا ما شئتم. نعم، اعمل ما شئت، فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. شو يعني؟ يعني إذا عملت صالحا سترى صالحا في حياتك، وإن أسأت فسترى حياة نكدة، نعم ستدفع ثمن هذه السيئات. فانتبه أخي الكريم، لا تقول ما قطفت شيء. اليوم من بسط الأمور أكثر، اليوم أنا دخلت كلية طب وبدأت أدرس، والحمد لله بدأت أدرس، ومش فاهم أنا يعني كيف الترتيب في الجامعة الآخر، وبدأت أدرس وجاء أول امتحان ونجحت، فصرت أتكلم يعني أنا نجحت بالامتحان، لكن لم يعطيني شهادة الطب، لم يعطوني شهادة الطب، يعني ما أخذت شهادة طب حتى أساوي المهنة. ثم كمان شهر درست وكان في امتحان فنجحت بالامتحان، ولكن ما أعطوني شهادة، سنتين ما أعطوني شهادة، 3 4 ما أعطوني شهادة، لكن أنا لازلت مجتهد وعمال يعني أدرس وأطالع هذه المواد وأنجح في امتحاناتي، وربما بالسنة 5 أعطوني الشهادة. طب ليش أنت بتستعجل الأمر على الله وتريد أن تقطف الثمار؟ يعني أنا قرأت، يا ربي وين أجري؟ يا أخي قديش عمرك أنت؟ كم أسأت؟ يعني الله جل في علا جعل لنا جوارح، أعطانا نعم، اليوم إحنا تبنا، لكن مبارح وقبل مبارح ولا قبله الله أعطانا نعم، فكنا نعمل النعمة هكذا، لا أريدها، هكذا كنا نعمل بالنعم. أعطانا عينين حتى نقرأ فيهم آيات الله لكن أطلقناهم في الحرم، أعطانا لسان حتى نذكره فيه ونذكر آيات الله وآلاء الله ونذكر أمور طيبة ونذكر الناس بالله، لكن ماذا فعلنا؟ ذكرنا مساوئ الناس، عورات الناس. نعم، هذا ماذا فعلناها. نعم، الله أعطانا أيدي حتى يعني يعيننا على طاعة الله وعلى الأكل والشرب، لكن بطشنا بهم، وأرجل حتى نمشي بها ونذهب نمشي في الأرض، لكن ماذا فعلنا؟ أخذتنا إلى الشواطئ العري والتكشف والأعراس، هذه الأرجل التي أعطانا، فهذه كأن كل النعم التي أعطانا إياها الله لا نريدها يا الله. فعندما بدأ الله جل في علا يسلب منا هذه النعم، لربما وجع، لربما دين، لربما هم، لربما عدم توفيق في الزواج، لربما كل هذا، بدأنا يعني بدأ يطلع أصواتنا. نعم، بدأنا لماذا هكذا؟ لماذا هذه الحياة؟ لماذا هذه الحياة؟ هل قد سيئة؟ لماذا أنا معطل؟ لماذا؟ ماذا فعلت؟ أخي، لازم تعرف أن الله خلقك لهدف واحد، أن تعبد الله، وإن عبدت الله كما يريد الله جل في علا وعدك جل في علا أن تعيش حياة طيبة كريمة في هذه الدنيا، ثم في الآخرة تلقاه في جنان ما خطر على قلب بشر، ولا لا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر. نعم، فأنت مفكر حالك جاي يعني خلص موضوعك هنا الدنيا، تجمع فيها العقارات والفلوس والأموال والأولاد والأزواج. لا يا أخي، هذه دار ممر،
قد يعطيك الله علم ويسلم منك إيد لا تعمل. نعم قد يعطيك الله مال ولكن لا يعطيك العقل الكافي لتصبح بروفيسور أو دكتور أو طبيب، لكنك معك فلوس. قد يعطيك شيء ويحرمك من شيء، لأن هذه الدنيا أول شيء أصلا هي ناقصة، الدنيا ناقصة ما فيها كمال. الدنيا لو كملت لكملت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو للأنبياء من قبلنا، ما كملت. نعم فلازم أنت تعرف سر وجودك. سر وجودك هو عبادة الله، وهذا دار ابتلاء، يعني أنت في امتحان، وحسناتك تحسب عليك وسيئاتك تحسب عليك، حسناتك تحسب لك وسيئاتك تحسب عليك. فاعمل ما تشاء، اعمل ما تشاء، لكن من رحمة الله علينا، والله من رحمة الله علينا، إنه قبل أن نصل إلى 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 يعني إلى الموت يمنعنا الله. يعني أنا أسأت كثير، فتجد إن الله قد عطل عليك حياتك وخرب عليك تجارتك وسكر لك الأبواب كلها علشان ما تصل إلى الحفة، يعني حفة الموت، وأنت ما في عندك رصيد ولا لأي شيء، يعني أنت منحط بجهنم. فالله منعك، فبدأت تبحث يا رب من أين الطريق، من أين السبيل، من أين هكذا، فأعادك الله إلى إليه جل في علاه، وبدأت تعبد الله، وبدأت تعرف الله، وبدأت هكذا حتى يخرجك من طريق جهنم والعياذ بالله. أنت تسير في الطريق إلى جهنم، نعم أنت تسير في الطريق إلى جهنم، فالله أوقفك، فهذه من رحمة الله عليك. فهنا السؤال، أنا أذكر الله بالآلاف والاستغفار والتسبيح، يمن على الله إنه بيستغفر ويقرأ القرآن، يمن على الله، شايف الله مش هيك يعمل. الله من على هذا الأخ أو الأخت، من عليك أن جعلك ذكرت الله كثيرا واستغفرت كثيرا وختمت القرآن كثيرا، فهنيئا لك. إذا لم ترى الرصيد بعد، سيأتيك الرصيد بعدين مش الآن، لكنكم قوم تستعجلون. أنت عمال تزرع بشجرة وتسقي هذه الشجرة، لكنك بعد جمعة أو أسبوعين ثلاثة جلست تحت هذه الشجرة تريد أن تستظل في ظلها، ولكنها بعدها صغيرة، وتريد أن تأكل ثمارها لكنها بعدها ما نمت. أنت يعني استعجلت عليها، فبدأت يعني تتكلم عن هذه الشجرة إلا ربما هي غير مثمرة، لا ربما هي لا تنمو. لا خيّة، هي بتنمو وهي تكبر، وهي شوي شوي وحدي 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 وحدي. يعني الله جل في علاه بيقول لو أن الله بسط الرزق لعباده لبغوا في الأرض. الله بده منك الإيمان، الله ما منعك عشان فقط انك انت فقط تقرأ قرآن وتعمل اشياء، هيك تعمل اشياء اللي بدك اياها انت، والاخر انت لا تعرف الله، ويلا وين يا رب يعني بعمل حسنات. لازم تعرف الله، لازم الله جل في علاه. الرسول عليه الصلاة والسلام علم اصحابه التوحيد 13 عام. كلامي اذا انت مش عمال تفهم، وانت بالاخر بدك انك تصير مليونير، هذا ما وعدك الله به، ما وعدك شيء. الله وعدك في الحياة الطيبة، الله وعدك أن يرزقك ويمدك في المال ويمدك في البنين ويعطيك التمكين ويوفقك ويجعلك من أعالي القوم إذا أنت تبت وعبدت الله كما يحب الله ويرضى. من عمل صالحا يتك بتعمل صالح، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة. اليوم أنا عندي رصيد، احنا كنا لازم نعرف الله في الرخاء، عندك لما كانت امورنا طيبه كنا لازم نعرف الله، نصلي ونصوم، نمتنع عن الغيبه والنميمه والسب والشتم، ونزكي ونتصدق لما كنا امورنا طيبه قبل ما يمنعنا الله، قبل ما يصير معنا مشاكل ونندان، او لربما صحه، او لربما ياخذ ولد والعياذ بالله من من من, من ذريتك وهكذا. لازم كنا نعرف الله ونتصدق ونعمل اعمال الطيبه، مش عندما أطبق الله علينا فجئنا صاغرين. فمن عرف الله في الرخاء عرف الله في الضراء. فهنا أنت
احنا كنا لازم كنا نبني رصيد من الحسنات، ولكن أسأنا الأدب إلى الله وابتعدنا 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 حتى أطبق الله علينا كل شيء، ثم جئنا إلى الله جل في علاه، صلينا وصمنا وحجينا، لكن إحنا الآن يعني الآن خلينا نقول صلينا وصمنا وحجينا، قرأت القرآن وختمت وذكرت الله واستغفرت أو استغفر هذا الأخ ولا زال يستغفر، يعني أنت كنت عندك جبال من السيئات وبدأت تستغفر، لكن جبل بعد جبل من السيئات، أتبع السيئة حسنة تمحوها، لربما أنت أسأت الأدب إلى الله كثير كثير جدا جدا. والله يريد منك اثنين أمرين، الأمر الأول هو أن يكون منسوب الحسنات يوازي السيئات عشان تخرج من دائرة حديث المفلس. نعم، فترجح معك كفة أنك أنت تنجو بالآخرة، تنجو يعني إذا الله أتبع السيئة حسنة فقد أتبعت السيئة حسنة، ثم يستقر إيمانك. الثاني الأولى أنك أنت تتبع السيئة حسنة، فأنت سأت 30 سنة، طيب الله يريدك أن تبني، ومن خلال هذا البناء للرصيد يكون عندك رصيد من الاستغفار والأعمال الصالحة، عشان في أمور تحدث هنا أول إشي أنت تبدأ عشان يستقر إيمانك، عشان إيمانك يرسخ، عشان أنت تستقر على هذا الطريق ألا وهو طريق الحق، طريق الله جل في علاه. أنا بدأت الاستغفار، بدأت التوبة، بدأت الرجوع، بدأت أنا عرفت أنا عندما كنت بعيد الله منعني، الله سكر علي كل شيء، أموري تعطلت، فأنا أسير يعني أسير في هذا الطريق ماشي، فشوي شوي أنت ما بدك تيجي تقول شهر وشهرين وثلاثة وأربعة وخمسة ولا زال ما في فتح. كان هناك عندنا إخوة حافظة لكتاب الله، نزلت لكم قصة أخت حافظة لكتاب الله بالقراءات العشر. نعم، كم قرأت من كتاب الله هذه حتى حفظت القراءات العشر؟ كم؟ كل حرف فيه 10 حسنات، يعني 4 أشهر حتى كسرت القفل الثاني لسورة البقرة، 4 أشهر. يعني احنا بنتكلم على اني انا اعمل عشان الله، فالله يريد أن يبني منك أنت داعية مش قارئ، لا عايش، فهمت؟ أنت بتقرأ يعني زي اللي بتعلم طب بيقرأ الجرح بالدقطابي قطب يعني خياطة، ولكنك بتعرفش تخيط، فقط بتحكي كلام. فالله يريدك أن تخيط، نعم الجرح مجروح، جيب تنظف تساوي كل شيء وثم تخيط هذا الجرح، يريدك هكذا. وأنت اليوم أنت عمال تستغفر وتذكر الله وهكذا، فالله يريدك أن تعرفه أولا وتعيش آية، تعيش آية هذا البناء. البناء ليش أنت بعيدت؟ بناء الثقة بينك وبين الله، يعني البناء وبين الثقة بينك وبين الله، عشان يصير في ثقة بينك وبين الله. ركزوا شوي صغيري، ركزوا قليلا. كل حديث بنقرأه، كل آية بنقرأها، كله حق عند الله، لكن احنا بنعرفش نجمع الآيات على بعضها، احنا بنعرفش نجمع الآيات، مفهوم؟ احنا بنعرفش نمزج الآيات، وكيف ان الله كلامه كله حق وكل آياته، مثلا اذا بده يدفعنا أثمان ندفعها، ولكن كمان العطاء يعطي، لكن إذا انتبهنا قليل كيف إن الله أول إشي خلقك للعبادة، فجاء بك إلى العبادة، عطل عليك كل شيء، ما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، فجاء بك إلى العبادة، جاء بك إلى العبادة. نعم، نصل لل نعم، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، أنت أسأت فعليك أن تدفع هذه الأثمان، أنت في وقت التعطيل الآن. أتبع السيئة حسنة، بدك تتبع السيئة حسنة، نعم بدك تتبع السيئة حسنة، أنت عمال تشتغل على إتباع السيئة حسنة، وأنت بالطريق هذا عمال تتقرب إلى الله، بهذا الطريق أنت عمال تتقرب إلى الله، أنت عمال تتعرف على الله، الله عمال يعرفك عليه جل في علا، أنت بهذا الطريق عمال تؤدي كلام رسول الله، بلغ عني ولو آية، عمال تعيش آية، لكنك هنا انت شتت نفسك، تأخذ أذكار وأوراد وكل شيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلغ عني ولو آية، فانت عشان تملك
حقيقة الآية حقيقة. أنا أملك حقيقة الاستغفار، أنا أملك حقيقة سورة البقرة، أنا لا أنظر، أنا أخوك محمد لا أنظر، وهذا فضل الله علي. لولا أن منعني الله من باب العقاب أولا، ثم المنع، ثم البلاء، نعم، لا، لما بتصير أنت في الطريق إلى الله خلاص تركت الذنوب، بدأت تستغفر وتتوب إلى الله، وأنت دخلت على البلاء، دخلت على مدة زمنية من البلاء حتى يرفع الله عنك كل شيء. فأنت تعلمت، عمالي علمك الله ما شو عمالي علمني؟ علمني إن الذنوب عطلت أشغالي وأرزاقي، والاستغفار أنا جلست بالاستغفار 6 أشهر، مش يوم، مش يومين، كم؟ 30,000. هل كنت أستحضر ذنب؟ لا، ما كنتش أستحضر ذنب. هل كنت أستحضر قلب؟ لا، ما كنت أستحضر قلب، كنت أردد. يأتي لك منظر بخرب بيتك وبدمرك وبقول لك استحضر قلب. ليش؟ لأنه بيعرفش، هو بيعرفش. هذا اللي بيقول لك هذا الكلام، نعم، له منصب علمي معين، عشان هيك أنت بتثق في كلامه، لكنه ما عاش، وهيك ضاعت الأمة. ورسول الله قال العلم بلغوا عني ولو آية، هي أن نعيش هذه الآية، طبق الآية، طبقها، تعال قل لي شو وجدت. فأنا وجدت من استغفاري بفضل الله تعالى أن الله أمطر لي السماء أولا بداية، هذا بال 2015، وعندما عدنا بال 2022 شوف افهم، بال 2015 أول عطاء الله كان لي المطر في شهر 6. فأنا بال 2022 عندما عدنا للاستغفار كتبت تدوينة على الفيسبوك، شوف المدة بين 2015 ل 2022، كتبت تدوينة أول عطاء الله على أول عطاء الله هو المطر. ليش؟ هاي أساس، أنا شفت المطر بعيني، ما هو وعد من وعود الله في سورة نوح وفي سورة هود، الله وعد المستغفر فقل استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، بعد المغفرة يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. فجاء بعد ذلك بال 2015 المال، جاءت أول شيء 4,000 دولار، وبال 2020 أول عطاء كان 4,000 دولار، وبال 2015 بعد ذلك كان عندي سحر أبطله الله، ومن وراء هذا السحر كان في ذرية، فمددكم بأموال وبنين، جاء البنين بعد ذلك، وهذا الترتيب كذلك حدث بال 2022، وهو الترتيب الله جل في علاه يريد أن يبين لك عظمته بهذه الآيات. فأنت عمال تجمع هكذا، يا الله قرأت وختمت وعملت وعملت وأنت لا تعرف ولا شيء، بس أنت مشكلتك أنك مستعجل. يعني أنا إذا بقرأ اليوم مثلا، الله أعطاني قوة وأختم القرآن اليوم 10 مرات، يعني أنا بدي ينزل علي الوحي؟ يعني أنت أصير أقسم على الله يبرني الله هيك؟ يعني خليني أقول مثلا على سبيل المثال، شو على سبيل المثال، على سبيل المثال إني أنا استغفرت الله في اليوم 30,000، يعني بالشهر خلينا نقول 1,000,000، بالستة أشهر بالشهر 1,000,000، لحظة، 30,000 بالشهر يعد، بدنا نركز، عذرا، 30,100، نعم 1,000,000، يعني بالستة أشهر 6,000,000 استغفار. سؤال، إذا أنا اليوم مثلا قال الله أعطاني قوة وأعطاني كل شيء واستغفرت اليوم بهذا اليوم 6,000,000، فقط بستغفر استغفر 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 الله صار 6,000,000، يعني الله بيعطيني كل شيء؟ هل يعقل إن الله الذي منعك بسبب تفلتك أن يعطيك شيء وأنت لا تعرفه؟ أنت بالأول ما كنتش تعرف من الذي يرزقك، أنت كنت تصلي مثلا لا تعرف لمن تصلي أنت. نعم إحنا بنقوم نسميه الله جل في علاه، طبعا نسميه الله، لكن نعرف كيف نتعامل معه، كيف، ما الذي يحبه، لماذا يمنعنا، كيف نعظمه، كيف أعيش إني أنا موجود ومراقب إن الله فوقي كل الوقت معي، كيف لا أتجرأ عليه، ما هو الذي منعني، ما هو الذي قال لي هاي حرام تقتربهاش، وليش أنا إذا خلوت بين ما فيش حدا هنا خلاص أفعل الأفعيل، ما هي الطامة الكبرى، أنت بتعرفش الله. ففي هذه الفترة الزمنية اللي أنت عمال تستغفر تقرأ قرآن أنت بعدك مش عارف الله، الله بده إياك تعرفه،
تعرف الله من خلال نعم كنت قلت دونت تدويني في دونت كتبت كتابي انه من خلال كنت انا اجلس بين الفجر والشروق والمغرب والعشاء بالفجر والشروق في المسجد، وكنت اجلس بين الفجر والشروق يعني استغفر تقريبا 8000 بين الفجر والشروق والمغرب والعشاء تقريبا 10000، وكتبت انه يعني خلوة استغفار. فدخل اخ ويقول يعني خلوة يعني وكانها اسا فهمت يعني كيلو كانها خلوة الرانبالي الصوفية. نعم اخوتي الكرام، لا علاقة لي في اي طريق من الطرق ولا حزب، لا سياسي لا سياسي ولا ديني. انا أسير بإذن الله تعالى على منهاج النبوة، يعني ما قال الرسول وما قال الله جل في علا، ولا علاقة لي لا في أحزاب ولا في طرق، ولا أريد أن أتبعها ولا أريد أن أنظر إليه ولا أسمع ماذا يقول. نعم، وأنت سير في هذا الطريق إلى الله جل في علا، سير في هذا الطريق، الله سيهديك. كن كسلمان الفارسي الذي بحث عن الحق، كل الذي كان يبحث عنه سلمان الفارسي يبحث عن الله. يعني احنا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه السلام قال عن سلمان منا آل البيت. فعندما تبحث عن الحق، مش عن مصاري وفلوس وعقارات ودولارات ونساء وهذا، لما تبحث عن الله، يا ربي اين الطريق اين السبيل. طبعا سورة البقرة هي التي ستقودك الى الطريق الحق اذا اخذت محمل الجد كما بينت. انا مش اخوك ابو احمد، اللي بتقودك هي سورة البقرة. اخذ بركة ترك حسرة ولا تستطيعها البطلة. خلينا بهاي بلغوا عني والآية، احنا عشان احنا من هنا نعرف الله جل في علا. ان عرفنا الله هذا المراد، اذا انا عرفت الله، ما الله ما بيعرف، الله لا يعرف ذاته لناس قليل ادب. الله لا يعرفك، يعني اذا عرفت الله خلاص احبك الله، معناه الله لا يعرف، ما الله لا يعرف ذاته للقليلي أدب، للناس الساقطة، للناس الأخلاق السيئة. الله بيعرف ذاته للناس، كيف بيعرفك؟ ما هو بدك تصير مستجاب الدعاء. يعني معقول إنك أنت تسيء بالليل والنهار وأنت مستجاب دعاء؟ لا يمكن. فأنت بالسير في هذه الأعمال حب الله جل في علا أن يعني أن تعيش آية عشان تشوف كيف الله حقق لك الآية، مطر، مال، بنين، أرزاق، غير شو صار فيك أنت، أصبحت أنت داعي إلى الله. شو بتعمل أنت يا أيها الداعي؟ لا تكتم هذا العلم أخي الكريم، لا تكتم أنت. إذا الله فتح عليك وسكت، من كتم علم ألجمه الله بلجام النار ليوم القيامة. الله فتح عليك، مش حاجة تقول لي قديش الله رزقك، قل أنا كنت في تيه والله غير أحوالي في الاستغفار، الله فتح علي والحمد لله رب العالمين. إن كنت ترجو في هذا الأمر برضوان الله فلا تخاف، لا تخاف عين حاسدة ولا حاقدة، لكن إن كنت ترجو في هذا شهرة فنعم خاف على نفسك. نعم خاف، سيذهب الله كل شيء. لكن إحنا هنا نعرف الله ونعرف كيف نخرج إلى الناس وندلهم. عندما يأتي إلي شخص ويقول لي أنا لزمت الاستغفار، مثلا شهرين، طب أنا لزمت 6 أشهر مش شهرين، وأنا أكثرت ما نزلت عن 30,000. ويأتي واحد يقول لي مثلا أنا لا أستطيع أن أصل. أنت تستطيع أن تصل، فيش حدا لا يستطيع أن يصل 30,000، لكن إحنا نصل لدرجة معرفة الله تأتي بالذين جاهدوا فينا، مش اللي يعني هيك كل شوي استغفر الله استغفر الله وخلص وحكي كلام كلام كلام. لا، مشغل حاله في الله. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، مفهوم؟ وانت لما بتشغل حالك فهذا الوسواس والشياطين بنتي. شوف السنة دا فوت على موضوع اخر، هنا في اخ بيقول لي أستاذ يا أبو أحمد، لقد عشت فترة بتجربة الصيغة المطولة والمقصرة، ورغم رهبة وعظمة الصيغة المطولة، ولكن كنت أشعر دائما إن هناك أمر
ينقصني، وعندما أستغفر في الصيغة المقصرة كنت أرتاح وأشعر في سعادة. هل السبب إنني تعودت على الصيغة القصيرة أو هناك سبب آخر كان يشدني الاستغفار بصيغة أستغفر الله؟ ولا أنكر أن الصيغة المقصرة كانت سريعة الإجابة معي، تجربتي للصيغة المطولة كانت فضول حتى أستطيع أن أبحث عن أسرارها رغم عظمة الصيغة، فلم أجد الراحة غير بصيغة مقصرة. اسمع أخي الكريم، هذا أخ معنا، هذا الأخ الله جل في علاه لا يريد أن يشتت أفكارنا. مشكلتنا مش بالصيغة، مشكلتنا بذنوبنا، مشكلتنا بأننا نتجرأ على الله، مشكلتنا أننا لا نعرف الله. إحنا بنعرف أوامر الله، ملايين مليارات الكتب ألفت في أوامر الله، كيف نصلي وكيف نصوم وكيف نحج وكيف نزكي، هذا حلال هذا حرام، كليات وهذا موجود وهذا جميل وهذا مبارك، لكن الأولى أن نعرف الله. ما هو الرسول عليه السلام بدأ بداية بتعريف الله، بتعريف الله لأصحابه. لما عرفوا الله تفننوا في الطاعة، ما تفننوا في التفلت. فهنا جواب أنه أنت بتنوع، وين بدك توصل أخي؟ يعني أنت زي لم يأخذ الكيمياء والرياضيات والهندسي والطب وطب الأسنان وطب العيون وطب كله، ليش هذا ما يأخذه؟ ليش؟ أول إشي تتعرف على الله من خلال آية، بلغ عني ولو آية، بتيش الآية، إيش الاستغفار لوحده. سبب يفوت على ناس دخلوا على سورة البقرة، من أخذ سورة البقرة وأبحر مع سورة البقرة فهي أول شيء أن يحافظ عليها. إذا بخذها 4 مرات فبيستمر بال4 مرات، عشان دخلنا هذا الموضوع، ويأخذ الاستغفار بعد ما يكسر القفل الثاني بسورة البقرة، ربما 2 3 4 4 مرات بيرجع لمرة واحدة، يعني بيرجع بالتدريج 3 مرات 2 مرات، بيرجع لمرة، لما بينزل للمرة بصير يزيد بالاستغفار، بيزيد بالاستغفار حتى يصل انه بالاخر سورة البقرة مع مرة، يعني قلب المعادلة، بدل ما بدأ بالاستغفار هو بدأ بسورة البقرة لانه ما كانش يعرف، لكنه ابحر مع سورة البقرة. لما ابحر مع سورة البقرة فبيستمر مع سورة البقرة لا يتركها. يعني انا بحكي اللي اخذوه 4 مرات، والقدام الذين معهم سورة البقرة مرة واحدة من زمان سنين، فهني بيضلوا مرة واحدة مع الاستغفار 30,000. لكن الذي دخل 4 مرات سورة البقرة مباشرة وله شهر والآن علم أنه لازم كان يأخذ الاستغفار، لا، استمر ب4 مرات سورة البقرة وقدر المستطاع بالإكثار، اكثر مش 30,000 بس اكثر قدر المستطاع استغفار. استغفار لا يترك، يترك كل شيء إلا الاستغفار، لا يترك أي شيء، لا يترك الاستغفار، لا يترك الصلاة والاستغفار، لا يتركوا أبدا، الصلاة والاستغفار لا يتركوا أبدا. قد تترك كل شيء من باب أنك أنت عجز بطل تستطيع، لكن الاستغفار لا يترك، لأن الله لا يعذب مستغفر، وإحنا بدناش نفوت على دائرة العذاب، وطوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا. فبالاستغفار هو رحمة الله، بالاستغفار هو القوة والتمكين والعز والكرامة والصحة والمال والأرزاق والقوة وهكذا. هذا النقطة أنا يعني جنحت إليها، لأنه بتيجي أسئلة كثيرة على هذا الموضوع. أنا صلي 4 أشهر 2 شهر بقرأ سورة البقرة، الآن تذكرت، فاستمر مع سورة البقرة 4 مرات حتى تكسر القفل الثاني اللي هو تبطل أصحارك، وتنتقل من حب هذه الدنيا وشهواتها وسقطاتها إلى حب الطاعة. لما تصل لهذه الدرجة تنزل من 4 مرات، حقيقة أنا كرهت المعاصي وحبيت القرب من الله، فبنزل من 4 إلى 3 3 مرات، بستمر، وكمان مثل يعني كمان 1.5 شهر مثلا، وبعدين بنزل 2 مرات، ممكن سنتين، أنا كان معي 1.5 سنة تقريبا 2 مرات في سورة البقرة، وبعدين تنزل مرة. لكن كل ما نزلت في سورة البقرة بالعدد بتزيد بالاستغفار، مفهوم؟ بتزيد بالاستغفار. ما طلبت ولا مرة إنه واحد يأخذ 30,000 استغفار مع 4 مرات سورة البقرة، ما أخذ. في بعض المتابعين عملوا هذا العمل، هذا بخصهم، أنا ما عشت هاي الأمر. المهم إننا نعرف الله، بالآخر نعرف الله، من عشنا الآية، عشان هيك أنت فايت تأخذ هيك أشياء، بلاش هاي السلطة، عيش آية. والله لا يريدنا أن نتشتت بين الصيغ،
الله يريدنا، هذا بينته سبحان الله. الله ما فتح على هذا الأخ، الأخ هذا يعني إذا بسميه بيعرفوه، فما فتح عليه بالصيغة الثانية، لأنه لا يريد الله أن يخربط ويشتت، يعني وكان كالذي يقول أنا استحضرت ذنب وأشياء لم أستحضرها. لا يا أخي، مش هذا الموضوع. الله جل في علاه قال بني إسرائيل اذبحوا بقرة، لو ذبحوا البقرة لانتهى الموضوع، لكنهم بدأوا يسألوا، وهنا إحنا بدأ هل استحضر ذنب؟ لا استحضر ذنب. لا، أنت عندك جبال من السيئات، أتبع السيئة حسنة بدك ملايين، والله يعفو عن كثير، ابحر. فالموضوع هو معرفة الله، ومعرفة الله تأتي أولا من طريق الاستغفار. ما بنفع تعرف من أسأت إليه وأسأت إليه الأدب، ما بيرفع، ما بيعرفك في ذاته جل في علا حتى تتوب إليه وتأتيه عبدا صاغرا. نعم، عارف إنك أنت مراقب وأنت تحت أنظار الله جل في علا في كل أوقاتك، فيعلم خائنة الأعين، حتى يعني يبقى الخوف قد انمزج بالرهبة والحب، يعني مفهوم؟ مش يعني فقط أنا بحب الله ومخرب الدنيا، لا، هذا كذب. أنت لا بتحب الله ولا أنت طايع المحب، إن المحب للمحب مطيع. فإخوتي الكرام، لا تستعجلوا الثمار، ابدأوا، استمروا واستمروا واستمروا، حتى من كتب له 6 أشهر فليتفقد هدفه من استغفاره. الله جل في علاه يريدك أن تحب الله وتعبده بدون شرط، لا تعبده عن شان دينك ولا يضل دينك في فاي. سلم أمرك إلى الله وابدأ واستمر، سلم أمرك إلى الله. شو يعني بده يضل الدين؟ هكذا أنت راضي يا ربي؟ خلص، أنا إنسان مديون خلص، لكن من وعد الله إنه ما يعذب مستغفر. كيف يعني؟ لربما الدين موجود لكني أنا مش مهتم، وصاحب الدين مش سائل عنه، والأمور سائري، وأنا بدفع دفعات الدين، والأمور كل شيء تمام مرتب، مفهوم؟ فإخوتي الكرام، لا تربط العبادة في عطاء الله. عطاء الله هو وعد، ولله حكمة. أول شيء إنك أنت تتقدم مع الله، تصير على خلق حسن، تعرف عمال تتربى، عمال يربيك الله عشان تخرج تعرف شو معنى كلمة استغفار، كم لزمت الاستغفار، كيف لزمت الاستغفار، بأي صيغة لزمت الاستغفار. تصير أنت معلم، تطلع تدعو للناس، تدعو الناس إلى دين الله، للاستغفار، للتوبة. ما بينفع أول واحد بيسألك أستحضر الذنب؟ بعرفش استحضر الذنب. أبو محمد بيستحضر الذنب ولا بيستحضر الذنب؟ لا، أنت استحضرت الذنب ولا ما استحضرتش الذنب؟ لا أنا ما استحضرتش الذنب. فبتقول لهم لا تستحضر ذنب. طيب استحضر قلب؟ كيف بدك استحضر قلب؟ لا استطيع ان استحضر قلبي، قلبي ليس ملكي. فانت بتصير تجاوب لوحدك، ما انت ما استحضرتش ذنب لما الله فتح عليك واعطاك. فالله بصير هكذا، والهدف معرفة الله ونعبد الله حتى نلقى، مش الهدف انه يصير مليونير. اما تصل الفكرة انك انت في مدرسة كنت في العقاب، منعك الله، جاء بك الى بلاء عشان تعرف الله، عشان تعيش آية. بعد ما تعيش الآية انت رحت بدأت تأتي به، والموضوع مش اني انا استغفر 10 ملايين استغفار ويعطيني الله كل هاي. اذا انا استطيع ان استغفرهم في يوم مثلا، اللي استغفر هنا ابو احمد ب6 أشهر، انا استغفرهم بيوم مثلا لو الله اعطاك القوة يعني. ففي هناك حتى حديث، بطل في وقت اني اتكلم عن هذا الموضوع. فالموضوع انك انت تعرف الله، مش موضوع انك تستغفر 66 مليون مرة. طبعا انك تستغفر، في عندك سيئات، طبعا انك تكثر، والذاكرين الله كثيرة طبعا، ولا تستهين بالاعداد، ولا تنتبه لمن يتكلم بدون ما يعيش هذا الامر. حتى لو كان عنده علم، قال له قصة مع الاستغفار هو عاشها، فنعم فليأتي لنا بقصصهم. الذين يريدوا أن يقولوا لا مش هيك، فليقولوا لنا كيف هو الصحيح الذي وجدوا منه شيء، هم وجدوا منه هذا الشيء. فكان لسيدنا أبو هريرة 12 ألف استغفار في اليوم،
على قدر عتقه من النار. لكن أبو هريرة عرف الله وعرف كيف يدعو الله، والله يريدك أن تكون مرآة لهذا الدين، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إيش بدك تبين لي؟ كيف بدي أمر بالمعروف وأنت بتعرفش كيف تأمر بالمعروف؟ كل شيء معروف اليوم، لكن أنا بدي أبين لك إنه بالاستغفار والتوبة ورجوع الله، الله قريب وبيعطيك، والله ما بيمنعك، والله لا يعذب مستغفر، والله سيعزك ويكرمك بالاستغفار. جماعة لا تتركوا الاستغفار فتذلوا ويغضب الله عليكم. الاستغفار هو رحمة الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. ما تكثر لكن أكثر بنفس الورد. أولا الاستغفار لما بتقطف تنتقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.